طلعت طبيعة نحكي كم جمع وديع نسرع اللي نحب ولا نعمل في شغب ولا هاني دي ملك في الشارع نستنب الكتارة الميكروب السنارة واللي يحكي مع نوسة ظهرك كم نوسة قطوسة والخبش مش حامل الوزيع ملا أبوني بو ماني وخيدك أبوني بو بطالة أبوني بو ماني وخيدك أبوني بو بطالة عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في يومية نوسة. أنا اليوم موجودة في ولاية قبلي، ما تصوروش أنا قداش فرحانة، وبالتحديد في مدينة جمنة. فوالا جاي اليوم باش نسألهم كان يخيروكم ويعطيوكم دار في تونس العاصمة فيلا وكرهبة وإلا دار صغيرة في جمنة، شنية تختاروا؟ برا نمشي مع بعضنا ونشوفوا شنية بشي جاوبونا. وكل عادة كل عادة كل عادة جملة الشهيرة انبوسكم بوسة مرصوصة من عند نوسة. أما المرة هذي في قبلي في تونس علاش يخدر حاجة من عارفاش وتختار جمنا علاش بلادي انا معليش هكاك خاطر كنت في تونس وروحت مش علاش ماشي مصدقتك الحق من الضحكه نتاعك فعلا كنت في تونس مش على كنت في تونس سعيد وروحت ما عجبتنيش دونك جمنا جمنا نختار بنات دويره لنا وليداتي ملمومين بيا واني في بلادي السمحه سمعاني توا قبل لي ما عندي باش تنبدلها بنت هذيك نبدلها حتى بشيء هذيك ترابي هذيك تونس هذيك روحي هذيك كل بنات احنا شادين رانا ما بيننا وبين الجزائر خطوه ما بيننا وبين ليبيا خطوه الحمد لله بنات في تونس علاش يخاطر حاجه ما نعرفهاش نحب نمشي حاجه ما نعرفهاش حاجه نعرفها نعرفها جمله نعرفها قبل لي نعرف اي تونس ما نعرفها نحب نمشي حاجه ما خير وشكون قال لك ما خير باص ما خير وانت اش خلاك جاي من تونس ليني والله باش نقعد معكم انتم وناخذ من عندكم شويه طاقه به طاقه ايجابيه باش طاقه شنو هذا طاقه ايجابيه والنفس المؤمنه والروح الطيبه اوه يرحم والديك هي عليه ما تعرفيش اذا انت مواصفات الجنوب لا نعرف اي يعني هيك مستغرب لا خاطر حديثك انت تاكي على الجنوب جاتني دم نار زي كيما كي وسوق عاكس تاكي على الجنوب ما فهم حد شيء ربطت بصل ب 2000 تقول لي انت 76 ما ثم حتى شيء الجنوب وقتها غادي راهي مش ربطه بدينار راهي كيف 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 كسكسي غادي كسكسي سنين مش كيف كيف تحكي بجدك نحكي بجدي لا مش نروح بك لتونس باش تتصلح افكارك انت لا ثم حد شيء كي غادي كي علاش تتصلح افكاري بالرسمي والله شنو علاش الافكار تتصلح يعني تونس تونسي هكا هاو عضا ديناميك انت شنو تختار؟ نختار قصر وكهرباء وكذا في تونس العاصمه من بعد نبيعهم ونجي نستثمر هنا باش نخدم ذر بلادي ذو لا الحق محاسبي هاي مره شباب الكل بطال انا باش نخدم الشباب هذاك نبيع القصر وما عندي من عربيه تونس خاطر تونس نفاق وتونس فيها برشا حاجات خايبه لان موت ولان الريف والريف معناه هو الاصل معناه هو كل شيء هو الاخلاق واني جربت عشت في تونس وخدمت في تونس وعرفت المعيشه غادي معيشه تنضنك هنا بالعكس عيشه فارهه هنا الواحد انسان لا يخاف على نفسه فهمتي هذه حال وفما فمش الضوضاء وفمش التلوث يعني عيشه هادئه والهدوء والسكينه حاجه طيبه وفي الشمال وفي المدينه ليست لا هناك لا هدوء ولا سكينه جمنه علاش ما خير بحذا اهلي وماليه ولا تونس ما بعيد على بحال اهلي وماليه هنا في جمنه ولا في البر باش نفرق ما بين جمنه وتونس العاصمه والله فهم الصيحه غادي خير وكذا اما هنا بحال اهلي وماليه خير ما غاد فيش غادي خير غادي خير في الخيرات كل شيء انا متفتحه خير تونس علينا في كل شيء فاهم ان شاء الله خير الكل مثلا لا قاعد مثلا مثلا فيها قهوي سمحه منتزهات سمحه تلقى وين تمشي تلقى وين تفرهد هنا ما عندناش جمنه تحبوا لا ما عندناش في جمنه ما عندنا حتى شيء هاك تواد هيك تبريد على الحصان فمش هذا ما نعرف شيء
الفرق ما بين تونس العاصمة وجمنا بنتي. احنا طبعا سمعين قاعدين بأصلتنا بالعوايدنا القديم، وتونس تطورت، بناتها تطوروا يحبوا كل شيء عندهم عادي، كل شيء عندهم مزرع، كل شيء. احنا لا، كل شيء له حدود بنتي، كل شيء. نعيش هنا ونعيش ننكر فصلك انا الكلب حشاك وحش اختي. اي بلادي هذه ما نبدلهاش بحد شيء، ما نبدلهاش كنوز الدنيا. شنو الفرق بيه ما بين معيش تونس العاصمه وجمال؟ ما معيش تونس العاصمه، واني اهلي قطاري غادي فيها تونس وفي السدريه من عام 2008 متخرج بشهادتي غادي تقني في الصيانه الصناعيه. اما هنا عشت وهنا تربيت وهنا نموت وهنا اهل جدودي وكل ونموت ونشرف للبلاصه هذه، والفروسيه هوايتي هذه وصدق بعد هوايتي للممات. ما شاء الله عليك. وعايش وعندي نادي فروسيه ما شاء الله، عندي من 7 سنين ل 18 عام ما شاء الله، الله يبارك عليهم. فروسيه اخلاق كانت او لا تكن، هذه اول حاجه نعلمها، فرسيه من غير اخلاق راه ما تجيش. مع السلامه اختي. نقولوا نحن باش يعطوك انت مثلا كرهبه ودار ومشروع ناجح في تونس العاصمه. باهي، ولا دار صغيره ولا حصان هذا مش نخلوه معاك في جمنه. لا الحصان هز معايا لتونس ونمشي. انت اللي غادي حتى تطيح ما يحومش عليك، ما حتى في ابسط حاجه جارك ما يسالش عليك، اخوك اي واحد ما يسالش عليك. يعني الناس الكل يطيح واحد يكفله 10، معناتها الناس الكل واقفه لبعضنا ونهز في بعضنا وما نخلو حد ناقص حاجه، والناس الكل جونا باهي معناتها. وغادي بالنسبه لغادي حتى تقول لها السلام، والله ورا سلامتي فم مره في تونس انا متعدي باش نسال الحكايه، قلت لها السلام خويا، قال لي تعرفني كيفاش، قلت له السلام، قال لي تعرفني، ما تقصد كل عني انا محلاك، قلت لي نحبك مش نحب، هاي ريت محلاني تعديش نحبك، هذه هذه راهو مراقب لا راتي في كل بلاصه فما في كل بلاصه فما الباهي والخاي. اي هذه متفقين فيها، اما نحكيو بالاغلبيه، الاغلبيه المطلقه برجوليه ما تعش فيها تونس. نطلع طبية نحكي كم جامعة وربية، نسرع اللي نحب ولا نعمل في الشغب، ولا هاني دي ملك في الشارع، نستقبل كتارة الميكروب السنارة، واللي يحكي مع نوسة ظهرة كموسة قطوسة، والخبش مش حامل الودي عمل ابونيفو، ماني وحياتك ابونيفو.